كل يوم بمناجاه. فبما أننا الآن في يوم الجمعة أقول: اللهم إني أسألك بحق يوم الجمعة وبحق نبي للفضل جمعه وبحق علي قاتل الفجر وبحق الزهراء للجنة درة وبحق الحسن للجميع قرة وبحق الحسين للجمال ورثة وبحق زين العابدين للبيت قمره وبحق باكر علوم النبيين للعلم فتقه وبحق صادق الأولين والآخرين للنور نشره وبحق الكاظم للدعاء بابه وبحق الرضا للضياء شمسه وبحق الجواد للكرم كنزه وبحق الهادي للصبر جبله وبحق العسكري للمسك ختمه وبحق المهدي للتاج لبسه. صل عليهم يا ربي وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليهم.